صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا، جمعة مباركة وعطلة سعيدة. اليوم رح يبلش رايدنا من عمان لضواحي السلط، لنطل على منطقة عين الباشا وناخذ بريك في المنطقة، وبعديها رح نتوجه لوسط مدينة السلط، ومن مدينة السلط لوادي شعيب. رح نتوقف في وادي شعيب استراحة نصف ساعة، وبعدين حنمر بسد وادي شعيب، وبعديها حنتوجه لمنطقة الشون الجنوبية ونكمل طريقنا من عند المغطس للبحر الميت، وبعدين حنرجع لعمان عن طريق العدسية. تقريبا حتكون مدة الرايد 3 ساعات مع الاستراحات، هنقطع تقريبا مسافة 130 كيلو. حاليا الساعة 8 صباحا ودرجة حرارة 22، الجو كتير كتير حلو والشوارع ما فيها أزمة. طبعا أعزائي المشاهدين لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، وكمان تشتركوا بالقناة لحتى نقدر نستمر بالمحتوى، وأهم إشي تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة. احنا حاليا بشارع الملك عبد الله، وهو من اهم الشوارع الموجوده بمدينه عمان وغرب جنوب المملكه مع شمالها داخل المدينه، والشوارع زي ما انتم شايفين ما فيها اي ازمه. طبعا حاليا مشاهدينا احنا في شارع الثرو اللي بربط مدينه عمان بمدينه السلط، شارع جميل جدا وبمتاز باشجار الثرو المزروعه على يمين ويسار الشارع. رح نتوقف بمحطة وقود لنزود الدراجة بالوقود ونكمل مشوارنا. طبعا زي ما انتم شايفين كل ما بتكون ماشي وقد ما بتكون مسرع اصحاب الدراجات الرياضية على قد ما بتكون مسرع الا ما يتجاوزوك بالسرعة، الله يحميهم جميعا. حاليا عبينا الدراجة وقود وراح نكمل طريقنا لطريق عين الباشا او الطريق المطل على عين الباشا. وهيك أعزائي المشاهدين بلشنا نفوت بالطريق اللي بتطل على منطقة عين الباشا. هاي المنطقة زي ما كمان شوي حتشوفوها إطلالتها كثير حلوة، خاصة بعد ما تغيب الشمس، وفيها كثير من الاستراحات اللي إطلالتها جميلة. راح نتوجه لوحدة من الاستراحات وناخذ بريك صغير، إن شاء الله يكونوا شغالين لأنه حاليا الساعة 8:30 الصبح. طبعا مشاهدينا هاي المنطقة كتير كتير حلوة، خاصة بعد ما تغيب الشمس، فيها كتير من الاستراحات اللي اطلالتها كتير كتير حلوة. راح نروح لوحدة من الاستراحات وناخذ بريك صغير، ان شاء الله يكونوا شغالين لانه حاليا الساعة 8:30 الصبح. قد ما اوصف لكم جمال الاطلالة بفترة الغروب ما راح تاخذ حقها، ان شاء الله يوم هيك باجي وبصور هاي المنطقة بعد ما تغيب الشمس بنزل لكم فيديو. حاليا قربنا نوصل الاستراحة اللي حكيت لكم عنها، ان شاء الله انها تكون فاتحة، مع انه الامل ضعيف جدا انها تكون فاتحه حاليا الساعه 8:40 دقيقه ان شاء الله. بس يا طلعت فاتحين ولا لا؟ المطل فاتح؟ نعم؟ طبعا للاسف زي ما توقعت الاستراحه او المطل ما كانوا فاتحين، بس راح انزلكم بالمونتاج بعض الصور لهاي الاستراحه بفتره المساء، وراح انزل لكم كمان موقع المطل بالرابط. وهيك احنا بنكون وصلنا لمدخل مدينه السلط، راح نتوجه من الجسر على الجهه على اليمين ونفوت من تحت النفق. تبعد تقريبا 29 كيلو باتجاه الشمال الغربي، وتبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة. في الماضي كان اسمها ساتوس نسبة للقائد اليوناني اللي فتحها زمن الإسكندر المقدوني، وتعتبر من أعرق وأقدم المدن في المملكة، وتشكل شاهد ما له مثيل على التراث العمراني، لأنه في المدينة موجود 700 مبنى تراثي، بعض المباني بوصل عمرها ل 400 سنة، وباقي المباني بوصل من 100 ل 200 سنة. طبعا تم تسجيل السلط على لائحة التراث العالمي قبل أسبوعين، وهذا إشي فخر للأردن وجميع الأردنيين نسبة للمباني العريقة والقديمة الموجودة فيها.
طبعا زي ما انتم شايفين الشوارع والبيوت العريقة والأصالة. بصراحة أنا يعني كل ما أنزل على الصل بنبهر بالعراقة اللي محافظة عليها هاي المدينة. وهسا بلشنا نطلع من مدينة صلت وبلشنا ندخل طريق وادي شعيب، وحنتجه حاليا لأخطر منطقة في العالم اللي هي منطقة البحر الميت. طبعا سميت منطقة وادي شعيب بهذا الاسم نسبة لوجود مقام النبي شعيب فيها. راح أترك لكم موقع المقام في أحد الروابط في الوصف. طبعا زي ما انتم شايفين الطبيعة في هذه المنطقة جميلة جدا. فترة الربيع بتكون من أجمل ما يكون، هاي المنطقة كتير بتكون جميلة جدا في فترة الربيع. بصراحة كل مناطق المملكة يعني بتكون أجمل ما يكون في فترة الربيع. إن شاء الله على الربيع القادم راح نعمل لفة في كل أرجاء المملكة. وهسه صار لازم ادور على استراحة اوقف فيها لمدة نص ساعة لانه لازم اشحن الكاميرا. بصراحة لازم اخذ بريك شوي اشرب لي شغلة وارتاح. وهسه وصلت الاستراحة، انا حاليا في استراحة اسمها استراحة طنط الوادي. بصراحة كتير الاستراحة حلوة، اطلالتها جميلة جدا والشباب اللي بيشتغلوا فيها من اروع ما يكون. بس راح نكمل طريقنا متوجهين للبحر الميت، راح نمرق من سد شعيب والشولة الجنوبية. طبعا هسه كل ما ننزل للأسفل باتجاه منطقة الشولة وسد وادي شعيب بتصير درجات الحرارة أعلى وأعلى وأعلى. طبعا حاليا على يسارنا المدخل اللي بودينا على نقاع النبي شعيب وموجود في العالم. طبعا ان شاء الله هيك حنضلنا نلف اليوم ونزور كل هاي المواقع موقع موقع بالتفصيل ان شاء الله كل هاي المواقع حتى. يعني تقريبا اقل من 5 دقائق يعني كيلو متر او 2 كيلو متر نوصل لسد وادي شعيب. واخيرا وصلنا سد وادي شعيب ولكن شكله ما في اي نوع من المي. طبعا يا جماعة سد وادي شعيب انبنى سنة 1969 وهو سد ترابي بوسع تقريبا 1,400,000 متر مكعب، لكن للأسف هاي السنة ما كان في أمطار جيدة بس السد زي ما انتم شايفين شبه فاضي. وهيك بنكون وصلنا للطريق اللي بتربط ما بين منطقة المغطس والبحر الميت، طريق البحر الميت. طبعا حاليا قطعنا الحاجز الأمني الخاص بمنطقة البحر الميت والبحر بلش يبين على يميننا. بصراحة يعني عبارة أنا اللي حاسه زي كيف استشوار موجه عليك، يعني الهواء سخن 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 فوق ما تتصوره. درجة الحرارة تقريبا فوق 40 صارت فوق 40، بس يعني بصراحة شعور جميل جدا انك تمشي بالشارع لحالك، ما في اي سيارات، بتمشي بالسرعة اللي بدك اياها وبشكل عام ما في اي حدا بيضايقك بيرز عليك، بتاخذ راحتك بصراحة بالطريق، يعني بتحس بمتعة يعني من اجمل ما يقول.
جيت وحلبت ونرجع أنا بصراحة طريق العدسية من أكثر الطرق اللي بستمتع فيها بالقيادة لطلوع أبو نزول، يعني بصراحة الطريق جميلة واللفات فيها بدها يعني شوية حذر، ولكن يعني من أكثر الطرق اللي بستمتع فيها يعني سواقة الدراجة. وهيك تقريبا بنكون وصلنا لنهاية اللفة اللي لفيناها، هي لفة سريعة وبس، يعني وصلنا لأكثر من مكان، وإن شاء الله بالفيديوهات الثانية حلف جميع مناطق المملكة، وإن شاء الله يعني حتكون فيديوهاتنا ما نخلي أي مكان في المملكة غير إلا نزوره ونعرف الناس أكثر.